عادي، ده يعني ده عادي موجود منه في كل حتة، بس ده عجبني فيه. انا عمري ما هلبسه اصلا يعني، انا عامة عمري ما هلبس الستايل ده، لانه مش عارف مرتاحلوش، مرتاحش الحاجات دي بصراحة. حسام مش عارف ايه ده، يعني مش عارف ايه ده، انا ما انا ما اعرفش، ربنا ما اعرف، مش عارفه بتلبس ازاي اصلا. يعني انا امي معوداني على والله كانت بتلبسني الشرطات في وقت ما، بعد كده اتمدنت واتطورت وبقيت البس الحاجات اللي هي البنطحات اللي هي بتاعت ماما ومامتك ومامتي كلنا. هل معنى كده ان انا مش سكسي؟ لا طبعا، لا انا سكسي سكسي، بس بحب اشطر نفسي. اشطر، بحب اشطر الاماكن دي في الشارع بالذات. اقسم بالله انت عزب. والله انت يا امي، واحدة بتقولي كنت رصحتي نفسك، كنت عمرتي مع جوزي كان متطلقة، وانتي ايش دراك انتي؟ هو انا لازم البس ده عشان اعمر؟ هم اللي بيلبسوا ده بيعمروا.